السلام عليكم ومرحبا بكم. الوصفة ديال اليوم هي عبارة على حلوة ديال دوا زيتاي كتجي لذيذة بزاف وروعة في المذاق. غادي نحتاجو للتحضير ديالها 4 ديال المكونات أساسية فقط، وكذلك غادي نخرج منها 3 ديال الأشكال بسيطة وجميلة جدا. فإذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. ونتمنى لكم فرجة ممتعة، ويلا نبداو الوصفة ديالنا بسم الله. بالنسبة للمقادير، عندي هنايا 250 غرام ديال السكر. السكر سنيدا نحاولو نعزلو ديك السنيدا اللي كتكون رقيقة. نحتاجو كذلك 250 غرام او 250 مليلتر من الزيت النباتية، و 250 غرام من الفول السوداني كاوكاو. انا هنايا استعملت داك الصغور يعني البلدي، حيت يكون بنين بزاف ولذيذ. فحمرتو في الفران وحيدت له القشرة ديالو. ممكن كذلك في بلاصة الفول السوداني او كاوكاو استعمال اللوز، يعني تهو تحمروه بالقشرة ديالو، او الجوز او اي مكسرات انتم كتفضلوها. غادي نحتاج كذلك دقيق حسب الخليط، وغادي نحتاج واحد قبيصة ديال الملحة، ونص معلقة صغيرة ديال القرفة. فكيشتو المكونات الاساسية هي الزيت، السكر، الفول السوداني او كاوكاو، والدقيق يعني المليحة والقرفة، يعني هادوك غير يعني شي حاجة بسيطة فقط. فأول شيء غادي ندير هو غادي ناخد الفول السوداني أو كاوكاو، غادي نطحنو مزيان يعني حتى يعني كتقرب تخرج منه ديك الزيت ديالو. ونفس الشيء كنديرو إلا درنا الجوز أو اللوز. كي شتو هنايا من بعد ما طحنتو، من الأحسن أن نطحنوه وهو يكون مازال سخون، باش يعني كيتطحن لينا دغيا دغيا، يعني ما نطحنوش حتى تخرج الزيت ديالو بزاف، غير يتني يعني بحال الا تنين ويولي مدعوق بزاف. صافي، من بعد ضفت السكر، نضيف الزيت، ضفت المليحه مع القرفه، وصافي غادي نخلط هاد المكونات هادو كلها مع بعض، يعني حتى تنحصلوا على واحد الخليط يعني متجانس وسائل. كي شفتوا حلوه جدا بسيطه، المكونات ديالها جدا بسيطه، 250 غرام السكر، 250 غرام الزيت، 250 غرام الفول السوداني او كاوكاو. يعني حتى العبارات او القياسات سهله، يعني ممكن ديروا 100 غرام 100 غرام 100 غرام، او 200 300 400، المهم اللي بغيتو. صافي، هنايا من بعد ما دمجت جميع العناصر مزيان، غادي نبدا كنضيف الدقيق تدريجيا شويه بشويه، حتى يعني كتجمع لينا العجينه. انا هنايا خدت لي تقريبا واحد بين 500 حتى 600 غرام ديال الدقيق، لكن الدقيق تيبقى على حساب الجوده ديالو، واش كيشرب سائل او ما كيشربش. صافي، في الاخير كنحصلوا على عجينه على هذا الشكل هذا، يعني ما كتبقاش كتلصق في اليد ديالنا، كتكون جاهزه. فمباشره غادي نبدا كنشكلها. غادي نحتاج القطاعات او مريشمات، مهم على حساب اللي عندكم في البيوت ديالكم. انا غادي نستعمل هذا اللي فيه ديك الطبعه ديال الورده، نستعمل كذلك قطاع دائري، قطع على شكل هلال، ممكن تستعملوا هذا على شكل العين او على شكل اللوزه او الدمعه، مهم لكم الاختيار. صافي، خديت واحد الكميه ديال العجينه، طلقتها بين جوج بلاستيكات غذائيين. نحاولوا نديروا السمك ديال العجينه يكون شي شويه سميك، تكون فيه واحد سنتيم هكاياك او سنتيم ونص على حسب، مهم ما تفوتوش سنتيم ونص، يعني كتكون هي شي شويه سميكه. وكنبداو كنطبعوها بالشكل او بالمرشم اللي متوفر عندكم. فانا درت اول مرشم هو الهلال، كيف شفتوا يعني السمك ديالها انا درت فيها سنتيم واحد. صافي، تنبدا كنرشمها وكنحيدها وكنديرها في الصينيه ديال الفرن. فنفس الشيء غادي ندير حتى بالنسبه للشكل الثاني، قطعته بهذا الشكل دائري. ممكن ديروا كاس او ديروا شي غطايه ولا شي حاجه، انا ما كانش عندكم مرشم دائري. حتى هي درت لها السمك ديالها واحد سنتيم، يعني شي شويه سميكه، وكنديرها في الصينيه ديال الفرن، ونبقى مستمره بنفس الطريقه. اما بالنسبه للشكل الثالث، فاخذت واحد الكميه ديال العجين، سرحتها بين جوج ورق بلاستيك غذائي عفوا، وخديت ديك الطبعه ديال الورده. ممكن كذلك ديروا دوك المراشم اللي فيهم الطبعه ديال الارابيسك، حتى هي كتجي مزيانه. كنطبع مزيان في العجينه، من بعد كنقطعها بقطع دائري اللي يكون بالحجم ديال ديك الورده. ومن بعد غادي نزين ديك يعني ديك الفتحه او ديك ماشي فتحه، يعني ديك الوريده الصغيره، غادي نزينها بواحد الحبه ديال الفول السوداني تكون بالقشره ديالها. اما اللي استعملتو في حلوى اللوز، ديروا واحد الحبه من اللوز.
صافي غادي نبقى مستمرة. كان يعني كان تبع الحلوة ديالي ونديرها في الصينية ديال الفرن حتى نكمل. صافي هنايا بعد ما ملأت الصينية ديالي غادي ندخلها الفران اللي شعلته من قبل على درجة تكون 180 درجة. فخذت لي تقريبا بين 12 حتى 15 دقيقة، لكن ضروري ما تراقبوها حيت بما ان اللون ديالها بني فما غاديش يبان لكم واش طابت او ما طابتش، يعني نحضيو معها بزاف. كذلك من نخرجوا الحلوة من الفرن نحاولوا اننا ما نقيسوهاش حيت كتكون هشيشة بزاف، يعني نخليوها حتى تبرد عاد ديك الساعة نحيدوها من الصينية ديال الفرن. صافي هنا الحلوة ديالي راها وجدات من بعد ما طيبتها كلها وكذلك خليتها كتبرد. كي شفتوا راها محمرة وعندي شي حبات راهم يعني تحمروا ليا شوية بزاف يعني في الجناب، داكشي علاش قلت لكم ضروري تحضيو معاها. فبالنسبة للشكل ديال الوردة غادي نخليه كما هو، وغادي نحتاج للتزيين واحد الكمية ديال السكر كلاسي يكون ذو نوعية جيدة، يعني سكر كلاسي سبيسيال، وغادي نحتاج شوكولاتة سوداء دائبة، ممكن كذلك استعمال شوكولاتة البيضاء. فبالنسبة لديك الشكل الدائري غادي نغطسو او غادي نديرو ندوزو في السكر كلاسي. وبالنسبة للشكل الثاني شكل ديال الهلال غادي نغطس غير الرأس ديالو في الشوكولاتة السوداء. كي قلت لكم ممكن كذلك استعمال الشوكولاتة البيضاء، انا ما كانتش متوفرة عندي اكتفيت فقط بالشوكولاتة السوداء. صافي غادي نبقى مستمرة. كان يعني كنغطس دوك الهلاليات في الشوكولاتة السوداء. كي قلت لكم الشكل الثالث ديال الوردة غادي نخليه كما هو. صافي هنايا بعد ما كملت الزين ديال الحلوة ديالي غادي نخلي حتى يعني تشد مزيان ديك الشوكولاتة، وديك الساعة كنقدموها مباشرة. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا. كي شفتوا من عجينة وحدة خرج ثلاثة ديال الأشكال جميلين وبساط، وكتجي لذيذة بزاف وكتذوب في الفم رائعة. نتمنى أنكم تجربوها. إلا عجبكم بحال هاد الوصفات هادو، يعني من عجينة وحدة نخرجوا يعني أشكال متعددة سواء كانوا حلويات باللوز أو سابلي أو يعني بحال هكا حلويات ديال الدوزاتي، خليهم لي في التعليقات وإن شاء الله مازال نقدم لكم الجديد والمزيد. فنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم للفيديو وتبارطاجيو مع الاصدقاء والعائله ديالكم، وكذلك تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وبعدين نقول لكم غير بالصحه والراحه، والسلام عليكم.